اليوم حقيقة كنت في زيارتين، زيارة مكانية للمغرب والمملكة المغربية، وزيارة زمانية في عبق تاريخي حقيقة ووجداني كبير. أذهلني هذا المعرض والجهد المبذول فيه في البعدين الفني والتاريخي والتأريخي. حقيقة أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا والقائمين عليه ومن والمفكرين فيه ومن أنجزه ومن أوجد الفضاء لهذا المعرض الذي حقيقة يثلج الصدر أداء علما ومعرفة وتغذية للروح. أسأل الله العظيم أن يوفقكم جميعا، عمل إنساني وعمل أخروي ودنيوي في هذا المعرض اليوم جمعنا بين الدنيا والآخرة في عمل متميز علمي أكاديمي بحثي. أسأل الله العظيم أن يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.